وجبتنا الأساسية لليوم الفريكة بالدياي، وهي وجبة عربية انتشرت في بلاد الشام أول شيء، وعقب في مصر والجزائر وحتى تركيا، لأنها مهمة وقيمة وفيها مواد تفيد المناعة والأعصاب. هالمرة برحب فيكم وبوجه لكم أحلى تحية من مطعم زست مشاهدينا في فندق العين روتانا، وبرحب بشيفنا الشيف ضياء لليوم. كيف حالك شيف؟ الحمد لله بخير. يا مسهلا ومرحبا نورت. أهلا الله يخليكم. الشيف، وجبتنا الأساسية بتكون الفريكة بدياي، صح؟ صحيح. إن اليوم ما اخترنا طبق الفريكي هو محبب عند الجميع. أكيد. ومثل ما ذكرت الفريكي هي انتشرت من مطبخ الشام أو بلاد الشام كلها سوا. أفريكا لها طعم خاص، تعرفي لها طعم خاص، فلهذا السبب هي مشهورة، ولهذا السبب نحن نختارها على طول بوجبتنا، لازم تمر معنا أسبوعيا، ولهذا السبب بتكون هي وجبتنا الأساسية لليوم. وطبقنا الجانبي بيكون عندنا سلطة، أكيد بيكون عندنا سلطة البالميتو اللي هي عبارة عن البالم الهارت، بيسموها بالم هارت، هي موجودة من جد عن النخل من شيلة، مغذية جدا إلى فوائد كثيرة. فتكون معنا سلطة البالميتو المكونة من البصل والبندورة ومعها الفطر بالداخل عليها. شوف برجع لك بتفاصيل سلطة البالميتو، اسمها سلطة البالميتو مع الزيتون. البالميتو برجع لك بتفاصيلها إن شاء الله عقب الفصل، بس قبل بنروح السوق بنجيب المواد اللي وصيتنا عليها وبنرجع مرة ثانية في مطعم زست. مساعة عرفنا من الشيف إن وجبتنا لليوم بتكون الفريكة بالدياي. فالحين أنا في السوق علشان نجيب مكوناتها مع بعض وبنبتدي جولتنا بالدياي. عندنا الدياي مصدر مهم للفيتامينات وبالأخص مجموعة بي، وتتركز فيها أيضا الأملاح المعدنية بنسبة كبيرة وايد. بناخذ من هنا دياية كاملة بيلدها وعظامها. والمكون الأساسي في أكلتنا لليوم الفريكة، اللي تعطينا شعور بالشبع بسرعة كبيرة، وكل ما كانت حبة الفريكة خضرة وعودة كل ما كانت جودتها أعلى. حق وجبتنا لليوم بناخذ القرفة الباودر اللي تعتبر مكافحة للخمول والتعب، ونبغى الفلفل الأبيض. فلفل الأبيض وينه، هذا هو الفلفل الأبيض. الفلفل الأبيض اللي يتركز فيه فيتامين سي. شو بعد؟ نبغى البهار المشكل، هذا هو اللي هو مكس بهارات. ومن هنا بعد الكراوية، حبات الكراوية اللي تفتح الشهية وفي نفس الوقت يستعملونها كدواء وعلاج لتخفيف الكدمات وتخليها تزول بسرعة عجيبة. ونشا الأرز هني عندنا ضروري علشان تغلب الكراوية اللي هي سويتنا لليوم. ومن قسم المكسرات بناخذ أول شيء الصنوبر اللي بنستخدمها في طبختنا الأساسية اللي هي الفريكة بالدياي، وبناخذ بعد أي نوع نحن نحبه أو نفضله مثل اللوز أو الجوز أو الفستق الحلبي علشان نضيفه في النهاية على السويت اللي هو الكراوية. وعشان تكتمل سلطتنا اللي هي البالميتو بناخذ من هني المشروم أو الفطر. وعندي بعد مكون ثاني مكتوب البالم أو جذوع النخل، ما أدري، فبخلي الشيف هو يبن أنها عقدوي وما لقيتها بصراحة. فخلونا ناخذ فاصل من نرجع المطبخ ونسأل الشيف عن البالم، ومن بعد نشوف طريقة تحضير وجباتنا لليوم. هذه أنا في مطعم زست في فندق العين روتانا مع الشيف ضياء اللي عودنا دائما أنه يقلب لنا موازين الحلقة، ويبتدي أول شيء بالسلطة اللي هي لليوم سلطة البالميتو. والمواد اللي بنستخدمها اليوم البالميتو، الفطر، عندنا الجوانح البصل الأبيض، أكيد بصل الأبيض، عندنا الطماطم جوانح، بنشيل القلب تبعها برا، أنا مش بحاجة للقلب تبعها، عندنا البقدونس المقطع، عندنا الزيتون اللي هو أساسي مع البالميتو مختارينه نحن، عندنا الملح، وعندنا النعناع للزينة إضافة على عصير الحامض الطبيعي مع زيت الزيتون. مع زيت الزيتون. شوف اللي أقدر أستنتجه من اسم السلطة، سلطة البالميتو يعني اللي هي بالم، هي البالم مثل ما قلت لي، من النخل، من جذع النخل. بالضبط، بيختاروا بعض الجذور اللي هي بتكون طالعة فريش من من النخل، وبيشيلوا الشيء بداخلها، هي اللي بتطلع عبارة عن مثل ستيك لونه أبيض، أو بيحضروها بتتعلق وتجهز، تكون في بتنباع فريش وبتتباع معلقة.
انزين شيف، شو اصول هذه السلطه بما انه دخل فيها النخل وكذي؟ اعتقد ان اصولها شوي غريبه ولا؟ هلا هي للوهله الاولى بيقولوا انه بما انه فيها النخل لازم يكون اصولها خليج او اقداش، بس ببلاد الشام بعد في نخل وبعد في مثل هي متواجده على طول باطباق لبنان، موجوده باطباق لبنان. ف الأصول الأساسية لها ما عندي، بس بعتقد أنه موجودة بأطباق لبنان بكثرة. إذن هي انتشرت في الآونة الأخيرة أو انعرفت في لبنان بشكل مكثف. بالضبط. خطوة بنستخدمها في سلطة البالميتو إنه بنحط اللي هو البان. البان أكيد بنحط البان، بنضيف المكونات عليها تدريجياً وإن شاء الله تكون جاهزة معنا. اتفضل شيف. يلا. تهديك لابسة؟ ما عليك أمارة. تفضلي. مشكور. مثل ما قلت لك كمان سلطة نحن مقطعين ومجهزين كل شيء، السلطة حتكون سهلة ما فيها تعقيدات ولا شيء. زين إن شاء الله سهلة وحتاخذ معنا وقت بسيط جدا. زين شيف، ونحن ياسين نحضر في هذه الأثناء بعد، كلمنا شوي عن فوائد البان. أكيد البان مفيد لل أنا أول ما اخترت الطبق فتشت على شوية فوائده، ما بيفيد للدم، بيفيد لأشياء كتير طبعا. مثل سبحان الله نحن ماخذين الشيء الأساسي هو تبع الطبق، يعني هي اللي بتوزع العناصر او المواد للتمر، يعني هي فوائدها من فوائد التمر. والتمر نصحه بحبه يوميا تكفيكي عن وجبه غذاء كامله وشفاء الكل، ده اللي هو 7 حبات من التمر. بالضبط. اذا بنضيف عندنا اول مكون اللي هو البان. اكيد البالميتو. انا مقطعها تقريبا جوليان. اوكي. أنا أول مرة أشوف هالمكون شيف، فاسمح لي يعني شوي غريب جديد علي، نلاحظ إنه لين وايد. لين، لو 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 فريش تبقى شوي أقسى، بس بما إنه المعلبة بتجي شوي لينة. طعمه يميل شوي للمرورة ولا؟ لا لا لا، طعمه كتير حلو. سكر يعني؟ لا أقرب للسكر، ماناش نقدر نقول قريب من التمر أو السح؟ بالضبط، بس ما فيش مرورة أبداً ومحببة جداً. قيمتها الغذائية عالية جداً. Okay. إذاً عقب البان بنضيف عندنا شرايح البصل الأبيض. بالضبط. جوليان أكيد، يعني شرائح جوليان لتتناسب مع تقطيعة البالم البالميتو اللي هو قطعناها نحن بطريقة بعد سلايس. برضو شوية من المشروم، الزيتون. زيتون أسود بعد بدون ما؟ زيتون أسود منزوع الحب وملح حسب الطلب أكيد. هيه. أوكي. والبقدونس. عنا زيت زيتون. تلاحظي سلطاتنا العربية أكثر شيء إذا بتميلي للمطبخ بلاد الشام هم بيستخدموا أكثر شيء زيت زيتون باستمرار، بعد نظراً لقيمة زيت زيتون الغذائي. نحط زيت حسب الطلب مات. وعصير الحامض الطبيعي. هي. وفي النهاية بنزين باللي هو أوراق النعناع. بالضبط. الأخضر. بالضبط. لازم نخلطها. بلطف بما انه شفت الليونه او الطراوة الليونه تبعها، بس بعد طبق ما بعتقد في كثير حاليا الناس بتعمل هذا الطبق، بس طبق جدا مفيد وجدا صحي. اكيد ممكن يخطر في بال وايد من الناس ان هالطبق ممكن يكون مضر بصحتهم لانه يحتوي على البالم اللي هو شبيه بالتمر او السح، لكن هالشيء غلط لان التمر هو من الثمرات العجيبه اللي اذا كلناها بعدد فردي تكون مصحه ومناسبه لمرضى السكري، اما اذا كانت بعدد زوجي ممكن تتحول لسكريات وتكون مضره بالجسم. صحيح. بنسكب الصحن.
فأنا بنصح الجميع لأنه طبق مغذي جدا جدا جدا، ومثل ما شفتي ما في شيء مواد تأذي، كله طبيعي وجدا جدا مغذي. يعني اللي بعده ما حضر طبق اليوم خلي حضر هاي السلطة، وأكيد حتكون لها وقع إيجابي عليه إن شاء الله. أنا بس قلت لك نعنع، بس الزينة مش عنصر أساسي فيها، بس الزينة تعطي طبقنا شوي رونق وهنا وعافية يا رب. وهنا وعافية على قلبك وعلى قلوب المشاهدين. وبكل بساطة كذي خلصنا من طبقنا الجانبي، خلونا ناخذ فاصل وبنرجع نواصل من عقبه في المطبخ. مرحبا بكم ويانا مشاهدينا في مطعم زيست في فندق العين روتانا مع الشيف ضياء اللي بيبتدي اليوم في تحضير الطبق الاساسي اللي هو الفريكه بالدياي. شيف، انا اول ما سمعت شو هو طبقنا الاساسي لليوم الفريكه بالدياي شوي صار عندي نوع من الخربطه. شو هي الفريكه بالدياي؟ عرفنا الفريكه هي القمح الاخضر، يعني القمح قبل موسمه ما يطفوه بيشيلوا القمح، هو بيكون يعني تقريبا لسه فاضل عليه شوي ليصير، هو القمح الاخضر اساسا. الفريكه هي عباره اذا بتشوفي قمح مكسور بيسموها، بس الشيء الاساسي هي من القمح يجففونه ويحمصونه. اكيد اكيد، بس هو اخضر. واللي عرفته انه هو القمح الاخضر او اللي هو الفريكه عندنا سعرها اغلى من العيش. اكيد اكيد، لانه مش اكيد لانه القمح بتلاقي اي صنف ممكن يصير قمح وينعمل منه طحين، بس الفريكه هي قمح مخصص لها. اذا عندنا 250 ولا كم؟ 250 جرام من الفريكة، وعندنا هني نص دياية، نص دياية صدر وفخاس، يعني تقريبا نص دياية نص كامل بس منظفة طبعا. عندنا البهارات، عندنا البهارات، عندنا الملح، عندنا السمن، وعندنا البهار الأبيض، عندنا معجون الطماطم ومعجون أو ما يسمى بكريمة التوم اللي هي لازم نتبل فيها للدجاج، وعندنا ايضا اللي هو البصل الاحمر والصنوبر المقلاي. شو اول شيء بتسوي شيف؟ خلينا نكسب الوقت، لازم نتبل الدجاج بالاول. خلينا نتبله ونحطه بالفرن، بعدين نبتدي بطبخ الفريكي. عيل توكل على الله، خلينا نتكل على الله. لتتبيل الدجاج نحن بحاجه، انا اخترت الثوم. هلا في، لو مش كل الاشخاص عندها بالبيت ممكن يلاقوا ثوم الكريمه جاهز، معروف هو يستخدم مع المشاوي والدجاج المشوي. اللي هو معجون الثوم. بالضبط بيقدروا يستخدموا ثوم المدقوق العادي. اذا بنبزر عندنا الدياي بمعجون الثوم اول شيء. ايوه، نحن عندنا المعجون الطماطم ما نكتر لانه نحن مش بحاجه لنعطي لون على الدجاج، نحن بحاجه النكهه هو يضيف عليها. هلا في اشخاص كثير بيعملوا مع الـ مع الـ مع الدجاج تتبيله عاديه ممكن لايت، بس انا بخلط اليوم مع الدجاج بعطي نكهه كثير طيبه للدجاج، وبس تجرب حتمام معه. دائما عندنا شيف تبزير او تتبيل الدياي او اللحم المستخدم في الطبخه هو مفاتيح للذوق الطبخه. اكيد اكيد، نحن لما سميناها فريكه بالدجاج، الدجاج صار اساسي فيها، ولما تكون عناصر متكامله بالطبخ موجود فاكيد انا بختار انه الدجاج يكون له طعم، اذا له طعم تكمل معي الطبخه كامله، اذا مش صح حتى لو الفريكه جاهزه. أنا بنحط ملح، وهذا عندنا الفلفل الأبيض المطحون، بالضبط فلفل. أنا طاحن الفلفل عندي بالمطبخ، طعم مختلف جدا. بجيب فلفل الأبيض حب، بيعطي نكهة لذيذة جدا جدا. بنبلش ندهن الدجاج. أيوة، خلي المزيج كله تتبل صح.
خلي كل البهارات تكون على ال... وبفضل تكون الدجاج مع ال... مع الجلد تبعه احسن، لانه الجلد فيها شويه دهن بعظمها ويلدها. بعظمها لانه في شويه دهن يتواجد تحت طبقه الجلد، فهي بتساعد على الطبخ وبتعطيها طراوة اكثر. يعني ممكن اشخاص يقولوا بنجيب صدر دجاج من جاهز، لا مش حتطلع نفس الطعم. اكيد نفرش دائما أكيد. ننصح مشاهدينا باستخدامها في كل وجباتهم. اوكي، انا عندي الدجاج تبلناه بنحطه شوي بالفرن بس ونبلش بعدين طبختنا ونخلينا نشوف. والفريكة بالدياي تعتبر وجبة مهمة ومناسبة للناس اللي يتبعون دايت أو حمية غذائية، لأن نسبة السكريات فيها قليلة جدا. شيف شو عندنا الخطوة التالية؟ الخطوة أكيد الدجاج صار بالفرن. هلا بهذا الوقت اللي الدجاج عم يتحضر لازم نبلش نطبخ الفريكة. ذكرنا أن الدياي بيتم ساعة ونصف الفرن، نصف المدة وهو مغطى ونصف المدة بنظهره وبنكشفه وبنرجع نطبخه. لو كان المشاهدين مختارين دجاجة صغيرة في بنعرف بالسوق في عدة أحجام فممكن تكون أقل شوي، فبيقدر الشخص ببيته على حسب عنده وزن الدياي أو اللحم المستخدم. صحيح. وهنا عندنا الخطوة اللي عند الدياي. هلا راح نبلش الفريكه بالضبط غاسلينها ولا نحن قبل ننقيها؟ لازم تتنقر الفريكه لانه طبعا هيدا قمح جاي من السهل من الاماكن الزراعيه، فممكن يطلع فيها احجار، ممكن يطلع فيها اشياء، لازم ننقيها. حتى لو كنا جايبينها مثلا جاهز من مركز التسوق بعد لازم ضروري خطوه امان للانسان و... اكيد وما يخاطر اساسا. اكيد فنحن بننقيها بنغسلها وبنجهزها، هي تنقي ونغسلها وبنضيفها اول شيء في الجدر ولا اخر لا شيء؟ لا هلا نبلش هلا شيء. عندنا هني الجدر على على درجه حراره متوسطه. احنا عندنا السمنه. السمن الحيواني ولا النباتي؟ لا حيواني. بنضيف السمن. خاشوبتين تقريبا. السمن اساسي فيها والبصل. طبعا البصل وايد مهم لانه يحتوي على عنصر الحديد، وعنصر الحديد يعتبر جسم الانسان ما يقدر ينتج هذا العنصر، فدائما نضيف البصل على اكلاتنا ووجباتنا علشان نستفيد من عنصر الحديد وباقي العناصر الموجوده فيه. شيف بعد تعرف شو اللي عرفته؟ الدراسات الجديده او الحديثه اثبتت ان حتى البصل اللي نهرسه ونحط له خل يوم نستخدمه على الوجه ممكن كفيل انه يخوز عنا اي نمش او بقع او كلف او اي لون. بالضبط البصل هي من اهم الخضار اللي ممكن تفيد للانسان. البصل عندنا البصل وعندنا الثوم، وجبتنا ما فيها ثوم اليوم بس البصل موجود. البصل جدا مهم يشيل الامراض كثير من الامراض، فجدا مهم لهالسبب يستخدمونه مثل عم تقولي بالكريمات والاشياء. اكيد، وحتى لو كانت لها ريحه يعني كريهه نوعا ما، انا ما راح احرم نفسي من فوائد البصل الكثيره. اقدر اتناول البصل بالكميه اللي انا ابغاها، وعقب اقدر اكل لي حبتين او ورقتين من النعناع او البقدونس كفي لانها تخوز لي اي روائح انا ما ابغاها. اوكي، لان البصل حاليا عم يتالم مع السمنه، صار لونه محمر ذهبي بالضبط، وعم ريحه السمنه حلوه معه. بنضيف عليها الفريكة وبنحرك. حركي لو سمحت. أكيد. نحن مستخدمين عندنا كان دجاج، فاستخدمنا مرقة الدجاج المعطرة ومحطوط لها مواد عطرية طالعة، أكيد طعمتها لذيذة جدا جدا، فحنستخدم مرقة الدجاج على الفريكة، خلي تكون كاملة فريكة بالدجاج. هلا بعد ما قلينا السمنة مع الفريكة وصارت الفريكة شربانة من السمنة بنضيف عليها الملح. طبعا حسب الرغبة، في أشخاص يفضلون يحطوا ملح على الأكل بعدين. هذه أنا. بالضبط. بهار أبيض شوية. وعندنا البهار العربي اللي هو اساسي وكثير بتشوفيه، هو مزيج من اكثر من طبق، مزيج الميكس مع القرفه. بالضبط مزيج. بنحركها. تفضل. بنحركها تحريك مستمر لانه الفريكه ممكن تلزق معانا، ما بنطول عليها. وعندنا المرقه جاهزه بنضيفها على الخليط. الفريكه ما بحاجه لمية كثير، الفريكة ما بحاجة لمرقة كثير، فلو حطينا لها مرقة زيادة
راح تصير معجنه ومش حتصير مثل ما لازم، فبنضيف عليها مقدار كميه الفريك اللي بقلب الطنجره، بنحركها بنشوف. نحن هسه بحاجه لشويه مرع، يعني اهم شيء انه يكون عندنا المي متساوي سطحه مع سطح الفريكه. بالضبط، والمي اللي بنستخدمه هنا ارجع اذكركم مشاهدينا انه هو مقات الدياي اللي حضرها الشيف من قبل. اوكي، نحن بنغطيها هلا ونحن عم ننتظر الفريكي لتجهز والدجاج بالفرن. كم دقيقة كذي بنخلي الفريكة شيء؟ تاخذ معنا تقريبا 20 دقيقة. 20 دقيقة، وبالنسبة لل ساعة ونص قلنا. بالضبط، الفريكة لأنه هي قمح أخضر، في أنواع من القمح، أحيانا تلاقي قمح أخضر بس مجفف أكثر شوي بياخذ وقت أكثر، هاي اللي عندنا فريكة تاخذ تقريبا 20 دقيقة. زين شيف، وأنا في السوق اذا مثلا ما بغيت اشتريها من السوق، هل اقدر اكون الفريكه عندي في البيت تحضير منزلي ولا صعب شوي بتمر في مراحل في المصانع وكذا؟ لا لا، هي اكيد لازم تشتري جاهزه، صعب حدا يحضرها مثل اي شيء. لا، هي بتيجي جاهزه فريكه الى مصانعها وبيحضروها بيشيلوها من الحقل اللي هي فيه خصوصا للتحضير، فنحن ما بنقدر نجيب اي نوع من القمح ونحضره ونعمله فريكة، لا، لازم تكون جاهزه. في نوع مخصص هو للفريكة. بالضبط، لازم تكون جاهزه، بيجيبوها من بلاد الشام، تنباع بكثره، موجوده بكثره، بس ما بنقدر نحن نبتكرها بمطابخنا اكيد. او حتى نقدر نلقاها في الدول المحيطه بالبحر المتوسط. صارت ما هي فوائدها حلوه وطعمها حلو، وبمصر مثلا ممكن تلاقيهم بيستخدموا الفريكة بيحشوها مع الحمام، عندهم طبق مشهور جدا. عندنا نحن ببلاد الشام ولبنان وسوريا بيستخدموا الفريكة مع اللحم او مع الدجاج، نحن اليوم اخترنا يكون طبقنا مع الدجاج. زين، شو الفرق بين مثلا الفريكة باللحم والفريكة بالدجاج؟ ما في فرق، بس نحن نعطي الطبق خاصية اللحم بس، يعني نجيب لحم غنم حسب الرغبة بس، ولكن البهار هو نفسه كل شيء. طبعا ما راح يكون عندنا لحم متبل مثل الدجاج، راح يكون مسلوق سلق وبعدين يتقدم، بس لان اللحم ياخذ مده طويله لين يطلع. بالضبط يكون لحم. عندي احساس داخلي يقول لي انه مستحيل اشوف فريكات سمك، ولا في في شيء؟ نحن هلا حاليا بما طبخنا نحن بشيء بنسميه نيو اربيك كوزين، نحن بنخترع اشياء ما بتصير. نحن بنقدر نعمل فريكة سمك. نقدر نعمل فريكة سمك. على مسؤوليتك بمعنى. لا اكيد نحن بنقدر نعمل فريكة سمك، نحن بنقدر نعمل اشياء كثير، يعني مثل ما قلت لك نحن موجودين هون صناعة. الاكل هو صناعة وبنقدر نصنع مثل اي شيء، ونحن هلا طبقنا بعد بده شوي، انا محضر شيء جاهز بس بنورجيكم، هاي نحن بعد شوي بنكمل طبخة، خليها بورجيكم اللي انا عاملها جديد هلا. وهاي الفريكة عنا جاهزة وكتير شهية، نلاحظ ان لونها تغير من اللون الاخضر للون البني. بالضبط، لانه هي شربت المرق وشربت المواد، فاكيد تغير من الاخضر بس بعدها محافظة على شكلها، مش كتير شف. بس شيف، ممكنها تشبه العدس؟ بعد الطبخ بتحسيها تشبه العدس، بس هي لا بالطعم ابدا. مستحيل. ونحن عندنا الدجاج صار جاهز. نحن جاهز، هذا اللون اللي اخذناه. هي ورحتها حلوه. نحن بس ما علينا الا نقدم، انا راح اقسمها بالنص واحطها على ظهر الفريكي. ملاحظة، الفريكي فينا نقدم معه لبن وخيار على جنب. هذا بعد اللي عرفت انها دائما تنأكل وياها. لا اكيد لازم يكون طبق لبن وخيار، ولو في اشخاص ما حطوا لبن وخيار يستخدموا السلطة العادية الفتوش، بس الافضل لبن وخيار. ويبقى هنا عندنا اللمسة النهائية من الشيف. ضروري لازم القلوبات اللي يسموها بمطبخنا قلوبات لازم تكون موجودة على الطبق الفريكي، ولو بعد في لوز يمشي كمان أحسن. وهذا طبقنا. إذا هذا هو طبقنا الأساسي لليوم، الفريكة بالدي آي صار عندنا جاهز. خلونا ناخذ فاصل مشاهدينا ونرجع لكم عقب الفاصل في فقرة السويت.
وصلنا لفقرة السويت لليوم اللي ما تكلمنا عنه مول ولا يبنى طاريه. شيف خبرنا شو هو سويتنا لليوم؟ ما عرفت اليوم عندنا طبق بتسمى ببلاد الشام باسم شيء، حدا بيسميه كراوية وحدا بيسميه مغلي. كراوية؟ كراوية، كراوية هو كراوية. لأنه أساس في مصحوب الكراوية، فنحن بنسميه اليوم طبقنا مغلي. طبقنا في كتير أشياء لذيذة، من الجوز والفستق الحلبي واللوز المقشور ومع الصوبة، طبعا كثير حلو. اذا بعد بالاضافه للفستق الحلبي والصنوبر والجوز واللوز عندنا باقي المكونات اللي هي عندنا نشا الارز اللي هو اساسي في الطبق، وعندنا السكر. النار جاهزة، راح نحط 1 لتر من الماء. شيف في الأثناء اللي أنت تحضر فيها الطبق، كلمني أكثر عن هذا الطبق بما أنه جديد علي. اسمح لي اليوم وايد بسألك عن شو المغلى هو ممكن بحفلات القديمة تبع ليالي الشام كانوا يقدموا، في لو في حد عنده ولادة جديدة بيقدم المغلي. يعتبر شيء غني جدا، لأنه تشوف اللوز والصنوبر والفص الحلبي والجوز، هاي مواد سمينة وغالية، فهذا الطبق يعتبر طبق غني من ناحية الشيء هذا. فيقدم هذا الطبق حار وبارد أحيانا، بس الأساسي فيه لأنه الطبق والمغلي عبارة عن تكون عن مي والنشا الرز، قلت لك نكهة نشا الرز هو أساسي فيه مع السكر. زين، وهو اسمه المغلى ولا المغلي؟ المغلي. المغلي يعني اللي نغلى وايد على النار. هو اسمه المغلي ما تدل على انه ينغلى وايد، مجرد ما نضيف عليها نشا الارز حتصير على السريع عندنا. اذا خلنا شيف بما انه المي عندنا حر، نحن بس علينا هلا نضيف المواد، السكر. سكر ابيض خشن عادي؟ لا ابيض وخشن. نحن حاطين 200 وشوي، نحرك بس تركيه لو سمحتي. اكيد. بنضيف الكراوية اللي هي اساسها فيه. شو الكراوية شيف؟ الكراوية هي نبتة مثل اي نوع بهار، لذيذة. انها بتستخدم بمطبخنا باغلب الاحيان لشيء اثنين، هي المغربية، في شيء اسمه طبق لبناني اصيل مغربية بتتقدم معه، وتتقدم مع المغلي، كثير مشهورة معه. زين، طعمها قريب من شو الكراوية؟ شبيه بشو يعني؟ شبيه بالقرفة ولا؟ لا 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 لا، تختلف. ما اقدر اعطيكي وصف لها غير يعني مميز عن باقي. مميز 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 مميز. هلا انت بتحطي هون، انا لازم النشا الرز احركه مع شوية مي لوحده، بعدين نضيفه على الخليط. ناخذ مي من هنا. اذا هني عندنا الشيف يذوب نشا العيش ويا المي عشان يضيفه على المغلي. بيغلي كراوية والماي. بنحرك باستمرار ان شاء الله. المزيج صار جاهز على طول. تماسك عندنا على طول على طول. السحر هذا مو بطبخ. لا للسبب، لانه نحن حطينا نشا الارز فبده يمسك. لازم مي. هاي الطبق جاهز معنا. مسكوه. كنا جيلي. اكيد لانه فيها النشا. هلا طبقنا صار جاهز. نحن ما بعد علينا الا بس نزينه بالاساسيات اللي هي اساسيات. ما يعتبر الطبق، ما نقدر نقدم الطبق هيك جاهز، مش جاهز اكيد، لانه المواد اللي اخذت عليه ما هي كتير. فعندنا اللوز اللي مسلوق ومحضر مقشر، عندنا الجوز كمان بعد، وعندنا الفستق الحلبي كمان اللي حضرناه وسلقناه. زين. اوكي. والصنوبر المنقوع بالماي. بعدين منزوع من الماء، وعندنا برج جوز الهند اللي هي اللي هو الناريل. يسمونه بعد ثمرة الحياة، لأن في وايد ماء يعوض الجسم، وايد عناصر غذائية مهمة. وهذا الطبق اللي هو الكراوية. الكراوية أو المغلي. المغلي المغلي. إذا هذا هو الكراوية عندنا مشاهدينا، أو المغلي اللي كان سويتنا لليوم صار عندنا جاهز. خلونا مع بعض نشوف ملخص الحلقة ونرجع لكم من عقبة المطبخ.
صارت عندنا وجباتنا لليوم جاهزه، اللي هي كانت سلطه البالميتو بالزيتون والفريكا بالدياي والمغلي اللي هو سويتنا لليوم. شيف، قبل نهايه الحلقه شو تحب تقولنا عن اطباقك او شو تحب تخبر المشاهدين؟ اطباقنا اليوم كانت متوازنه، فيها الغذاء الكامل. يعني لو بنصح المشاهدين لو بدهم غدا او عشاء او شيء اطباق تكون كامله، عندنا البالميتو هي من شيء خصوصي بالتمر، فائدته عاليه جدا. الفريكا اللي نحن بنستخدمها على طول بمناسباتنا في ولايمنا او عزايمنا بالضبط، نحن بنقدم شيء، نقدم فريكا تعتبر طبق غني جدا جدا. وعندنا الكروي اللي عملناها اليوم اللي هي مناسبة لجميع الأوقات، بس خصوصا هي لها تعارف في بلادنا كتورات شامي. كتورات متعارفة أنه هي تستخدم أحيانا عند الولادة للتهاني للمباركات بأي شيء، طبق جدا مهم. وهذه إذا عندنا وجبات غذائية متكاملة، إذا اللي يقدر استنتجه أن المطبخ الشامي صحي ومتكامل. أكيد تلاقي بالمطبخ الشامي العربي مشمول مع اللبناني والسوري الأكثر شيء، تلاقيهم متوازنين من ناحية القيمة الغذائية. بتلاقي أي شخص ممكن يلاقي اللي هو يريده بالطبع. لسبب تلاقي حاليا تكاثر الأوروبيين والغرب إنه يأكل أطباق الشامية اللبنانية لغناها ولطيبتها. أبو أشكرك شيف على الإبداع اللي قدمته لنا اليوم، تسلم إيدك ما قصرت. أهلا وسهلا فيكم، وأهلا وسهلا فيكم مطعم زيست وشرفتونا. الشرف لنا، وبشكر أيضا مطعم زيست في فندق العين روتانا، وبشكركم أنتم مشاهدينا على المتابعة، يعطيكم ألف عافية. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم هنا وعافية. لكم مني أحلى تحية، أنا مروة راتب، وصحة على قلوبكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات ولذ المأكولات.